السلام عليكم، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من شروحات داينغ لايت 2. اليوم شرحنا عند الرجال الطيب هذا الحرفي الخبير او الكرافت ماستر. في شويه تفاصيل ودي اتكلم عليها عن تعديلات الاسلحه. طبعا في شغله مهمه قبل ان ابدا الشرح، النقاط البيضاء هذه الصغيره اللي تشوفونها قدامكم، في بعض الاسلحه مثل ما تشوفون ما تقدر تضيف عليها اي اضافات، ما فيها دوائر، في بعضها ثلاث، في بعضها دائرتين، في بعضها دائره واحده. ويوم تجون للقائمه هذه تشوفون تعديلات السلاح المقدمه وتعديلات سلاح الذراع وتعديلات سلاح المغبط، فهذا المقصود فيه. إذا كانت عندك ثلاث دوائر يعني تقدر تضيف المقدمة والذراع والمغبط. مثل ما تشوفون مجرد ما نختار السلاح ونسوي تعديل عليه تبين معاك، إذا كان ثلاث نقاط تبين معاك المقدمة والذراع والمغبط هنا، إذا كان هذا السلاح مثلا نقطتين مثل ما تشوفون ما فيه له إلا المقدمة والذراع. الزينة هذا الشيء ثالث ما ينحسب، أو مجرد زينة ما لها أي فائدة. طبعا كل ما زاد ليفلك، انا ليفلي حاليا 2، كل ما زاد الليفل تزيد عندك الشغلات اللي تقدر تشتريها من الجراند ماستر، كل ما اشترتها تختفي وتروح للترقية عشان تقدر تطورها. في شغلة مهمة بخصوص التعديلات، مثل ما تشوفون هذا اسمه اجيج وهذا اسمه اجيج، بس الفرق انه هذا في المقدمة وهذا في الذراع، رغم انه ما في اي فرق بين الميزات مثل ما تشوفون، نفس التفاصيل مكتوبة بالضبط هنا وهناك. ولكن اذا سويت تطوير للاجيج مثلا في مقدمة السلاح ما راح يتطور معي اللي موجود في الذراع او العكس. فانتبه ولازم تكون عارف وش راح تطور في هذه الخانة لجميع الأسلحة، لأن أي شيء يتطور هنا تقدر تستخدمه في كل الأسلحة ومرة واحدة بس، ما تقدر تزيله ولا تقدر تغيره. فالمهم هنا إذا طورت مثلا في المقدمة الأجيج لا تطور الأجيج تحت في تعديلات السلاح، خلاص خل تطويراتك للأجيج كلها في مكان واحد بحيث أنك تقدر توصله للماكس، وتجي مثلا في الذراع تحته تطور شيء ثاني وتركز عليه وتوصله ماكس، بحيث لا جيت تمسك سلاح وتركب عليه الإضافات تروح تختار من كل خانة الماكس اللي موجود فيها. أتمنى أن الفكرة وصلت. فانتبه من موضوع التكرار في التطويرات، وانتبه من تشابه الأسامي. طبعا الحرف الخبير عشان يطور لك دائما يطلب منك تذكار المصاب اللي هو تذكار الزومبي، فانت يوم تقتلهم لازم تلوتهم. وفي طريقة مرة سهلة قلتش يعني رهيب صراحة كيف تجمع الزومبي بدون اي تعب او كثير من هذه التروفيات وانت ما تتحرك حرفيا ولا تسوي اي شيء، فان شاء الله اني برويكم اياها بس في مقطع منفصل غالبا راح ينزل في نفس اليوم اللي ينزل فيه هذا المقطع وبعده بيوم، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. طبعا انا ما بشرح تعديلات سلاح كل واحد فيهم وش يسوي لانه واضح الوصف تقريبا، لكن اذا شفت واحد وعجبك ركز فيه وطوره لما توصله للاخر، وركز انك ما تطور شغلتين في نفس المكان. في شغله ثانيه بخصوص تعديل السلاح مهمه جدا، انا نزلت مقطع قبل كم يوم بخصوص تعديل السلاح لا نهائي، بس هذاك يتطلب انك تكون مخلص القصه، فاذا انت لسه ما خلصت القصه عندك هذه من ضمن التفاصيل الموجوده او الميزات لهذه التركيبات او تعديلات السلاح، انه يضيف لك من الصلابه 50 مثل ما تشوفون الشر اصلاح السلاح 30 50 ونفس الشيء الاجيج 50، فانت ركز في صلابة السلاح انها قلت معك 50 بحيث انك تستفيد استفادة كاملة من الميزة هذه 50، وتذكر انك لو فعلتها ما راح تقدر تفعلها مرة ثانية او تزيلها. فصلابة السلاح مثلا اذا كانت 174 مثل ما تشوفون لا تركب الاضافة هذه الا يوم توصل صلابة سلاحك 124، يعني نقصت 50. طبعا كل شيء تقدر تسوي له كرافت او صناعة راح تقدر تسوي له ابجريد عند الكرافت ماستر، حتى سكينة الرمية تقدر تطورها. طبعا فيه شغلات كثير لكن انصحك انك تركز في بداية اللعبة في الشغلات المهمة جدا، مثلا سكين الرمي الحين الضرر 10 بيزيد لي ضرر 20. انا اشوف هذه التفاصيل صراحة كلها اختيارات شخصية على حسب الاسلحة اللي انت تستخدمها، مثلا انا عن نفسي استخدم الملوتوف اكثر فراح اطور في الملوتوف اكثر من سكين الرمي وهكذا. لكن نصيحتي انك تركز اهم شيء في موضوع الصحة والمناعة، انسى الشغلات اللي ما لها داعي مثل حتى اللوك بيك تقدر تطوره عشان بس تقدر تفتح صناديق بسهولة، وفي هذه اللعبة انا اشوف ان حتى اللوك بيك الصعب تقدر تفتحها بسهولة من غير لا تكسر الا يمكن مرة او مرتين وببساطة، يعني حتى عشان تصنع اللوك بيك هذا وفاتح الاقفال كل اللي تحتاجه شوية خردة تحصلها في اقرب زبالة وانت بكرامة. فمثل ما قلت نصيحتي انكم تركزون في موضوع الدواء وتطورونها اقل شيء ليفل 3 او 4 بحيث انه في كل مرة تهيل يرجع لك الهيلث كامل
ومش بس يرجع لك الهيلث كامل، يرجع لك اياها بسرعه، خصوصا انه في بدايه اللعبه الهيلث صعب جدا او بطيء جدا، بحيث انك في وسط الفايت ما تقدر تهيل، مجرد ما تحاول انك تهيل ما تدري الا بضربه جايه من حيث لا تعلم وتكنسل عليك الهيل. مثل ما تشوفون التطوير الاولى 50، التطوير الثاني 75، التطوير الثالث 100، وهكذا يزيد معك الى 125. انا بالنسبه لي حاليا الهيلث عندي تقريبا 100 او 125، فمجرد ما استخدم مره واحده راح يرجع لي الهيلث كامل وبنص الوقت اللي في البداية. طبعا الشغلة الثانية اللي هي معزز المناعة، انصحكم انكم تطورونها على طول في بداية اللعبة، لان كثير ما تنجبر انك تلوت في الليل او في الاماكن المظلمة حتى لو كان في فترة النهار، فتحتاج كثير البخاخ هذا. وبس يا شباب، هذه كانت نصايح اليوم، اتمنى ان في احد طلع بفائدة من المقطع. لا تنسون اللايك وتاخذون لفة على القناة وتشرفوني بالاشتراك. اشوفكم ان شاء الله على خير، السلام عليكم.